افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا 8 مساجد جديدة بالمحافظة، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لعمارة المساجد إحلالا وتجديدا وإعادة تأهيلها صيانة وترميما. للمزيد ينضم إلينا مباشرة من محافظة المنيا الزميل وليد هيكل مراسل النيل. وليد، ما هي أهم التفاصيل لديك؟ نعم شروت، بالفعل كما ذكر الخبر معك الآن عبر شاشة قناة النيل للأخبار، نتابع معكم افتتاح عدد 8 مساجد جديدة على أرض محافظة المنيا، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف في إعمار بيوت الله عز وجل. كذلك افتتاح 92 مسجدا جديدا على مستوى محافظات الجمهورية اليوم الجمعة، ليبلغ العدد أكثر من 1200 مسجدا جديدا منذ شهر سبتمبر العام 2020 وحتى الآن. لكن تحديدا شرويت، نحن في مسجد الصحابة بمنطقة مدينة العمال. هذه المدينة بالفعل التي تم تهيئتها وإعادتها مرة أخرى لتكون بحق تليق بالمواطن المصري. لكن مزيد عن هذه الافتتاحات شرويت، يسعدنا أن ينضم معنا الآن سيادة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا. سيادة المحافظ، ماذا عن تطوير هذه المنطقة وكذلك المسجد الصحابة الذي نحن بصدده الآن؟ كم بلغت التكلفة وكم المساحة التي بالفعل تم تطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة التي نادى بها السيد رئيس الجمهورية؟ أهلا وسهلا بكم وعلى السادة المشاهدين. أنا أحب أوضح لحضرتك حاجة، إحنا في مدينة العمال هنا في محافظة المنيا، دي جنوب مدينة المنيا، في منطقتين. الأول منطقة عشش محفوظ وسميت بروضة محفوظ، دي كانت بدأت 2014 وانتهت في 2017 بتوجيهات السيد الرئيس القضاء على العشوائيات والأماكن الخطرة والأماكن غير مخططة. دي بدأت 2014 و2017 وانتهت، كان فيها 35 عمارة ب 820 شقة و 160 محل، ودي تم تسكينها في 2017. ومدينة العمال اللي احنا بنفتتح مسجد الصحابة فيها النهاردة، دي برضو كانت مناطق عشوائية خطرة، تم بداية فيها من 2019 وتسكنت في مايو 2020. والمسجد اللي احنا فيه النهاردة ده مسجد الصحابة في مدينة العمال، بيربط بين روضة محفوظ اللي هي عشش محفوظ اللي سميت بروضة محفوظ ومدينة العمال. مدينة العمال هنا بنينا 10 عمارات بحوالي 218 شقة و40 محل بتكلفة 77 مليون جنيه. والحمد لله المسجد اللي احنا فيه ده مساحته 400 متر وبتكلفة حوالي 5 مليون و5 من 10. المنطقة كلها اتطورت والحمد لله رب العالمين. كل شكر لحضرتك سيادة محافظ المنيا. وبالانتقال بالحديث عزيزتي شروت مع معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، افتتاح 8 مساجد جديدة على أرض محافظة المنيا وحدها معالي الوزير، 92 مسجدا على مستوى محافظات الجمهورية، اهتمام الدولة المصرية بمحافظات الوجه القبلي خلال الفترة الحالية، وذلك للنهوض بمحافظات الوجه القبلي خلال هذه الفترة كما ذكرنا. كذلك ربما جاءت جولات لسيادتكم في معظم محافظات الصعيد خلال هذه الفترة لافتتاح العديد من المساجد، فما دلالة ذلك؟ بداية بنهنئ سيادة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والسادة النواب وكل أهالي المنيا بالعيد القومي للمحافظة. يمكن زي ما ذكرت وفي ظل المكان اللي احنا فيه ده له أكثر من دلالة. هذا المسجد زي ما قال السيد المحافظ كان حوالي 100 متر، كان زاوية وكانت مبنية بالطريقة البدائية. لما جه طور المنطقة قال لي احنا هنطور، ده اللي بنقول عليه اللي بالرسالة موصلة، ادي زاوية ازيلت في حدود 100 متر وكانت مبنية بطريقة يعني بدائية، تحولت الى هذا صاحب تكلفة 5.5 مليون جنيه وعلى نفقة المحافظة في اطار المشروع. ده تأكيد على ان كل اجهزة الدولة سواء وزارة الاوقاف ام المحافظات ام المحليات ام الهيئة الهندسية كلنا بنتضافر في خدمة بيوت الله عز وجل. اليوم بنفتتح كما ذكرت 8 مساجد محافظة المنيا في اقل من 8 اشهر، من سبتمبر 20 في اقل من 8 اشهر في محافظة المنيا وحدها. ده المسجد رقم 112 مسجد بيتم افتتاحها في محافظة المنيا. اجمالي المساجد على مستوى الجمهورية، اجمالي المساجد على مستوى الجمهورية بلغ 1205 مسجد، منهم 1130 مسجد اما احلال وتجديد او بنى جديد بالكامل،
والباقي حوالي 75 مسجد صيانة. هناك نقلة، احنا طبعا قبل شهر رمضان مهتمين وبنأكد، وان شاء الله في الجمعة القادمة يبقى تأكيدنا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية. رسالتنا اللي بنوجهها للمجتمع كله الحفاظ على بيوت الله مفتوحة، من أحب أن يبقى بيت الله مفتوحا يلتزم بالإجراءات عشان تستمر هذه المسيرة، فنوازن بين افتتاح بيوت الله وبين الحفاظ على الصحة. اللي حضرتك قلت عليه فعلا الجمعة الماضية كانت في محافظة بني سويف، قبل بأسبوعين كنا في قنا. ده فعلا سيادة الرئيس لما قلنا التنمية الشاملة هي التي تعنى بالوطن على حد سواء، لا تفرق بين منطقة وأخرى، بين مدينة قديمة وجديدة، بين الضيف والحضر. بالعكس، يمكن مبادرة سيادة الرئيس بتعطي تأكيد على الاهتمام بالضيف والمناطق الأولى بالتنمية الشاملة، هي مبادرة شاملة، نظرة شاملة لتنمية الوطن. مرة أخرى بنقول للسيد المحافظ ولأهالي المنيا كل عام وأنتم بخير بمناسبة العيد القومي، ومزيد من التوفيق. كل شكر لحضرتك سيادة وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة. وأخيرا شروت لمحافظة المنيا أيضا نصيب في إحلال وتجديد وصيانة المنشآت الشبابية والرياضية، نتعرف عليها أكثر من معالي وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي. سيادة الوزير، محافظة المنيا وبماذا تحظى من وزارة الشباب والرياضة في تطوير المنشآت الشبابية والرياضية خلال هذه الفترة؟ الأول أنا طبعا بشكر وجودي النهاردة مع معالي محافظ الوزير اللواء أسامة محافظ المنيا، وبنضم بصوتي إلى صوت ومعية معالي وزير الأوقاف اللي النهاردة نتكلم في موضوعات متعددة ذات قيمة كالمعتاد، لكن كل خطبة لسيادته بنراعي أو بنشوف قيم اجتماعية وقيم دينية وقيم إنسانية بتتفق مع ما يقوم به المجتمع المصري من تنمية وتطوير وتحديات. في الحقيقة النهاردة أنا بأشرف بالصلاة، ودي مش أول مرة يعني في وجود معالي الوزير، وطبعا لينا أنشطتنا النهاردة مع معالي المحافظ، يمكن تفقدنا مجموعة من الافتتاحات، ملاعب ومنشآت شبابية ومراكز شباب في محافظة المنيا. الحقيقة احنا تخطينا مراحل متعددة جدا، وأيضا يعني انضمينا إلى مبادرة حياة كريمة وردت فخامة الرئيس اللي وجه تطوير القرية المصرية والمنشآت. مراكز الشباب ليها دور كبير جدا داخل هذه المنشآت، في الحقيقة في تعاون كبير جدا مع معالي المحافظ في أدوار مجتمعية وشبابية. كل ما يرتبط بالشباب في محافظة المنيا، في الحقيقة احنا عندنا كيانات شبابية متعددة، مثل شباب يدير الشباب، مثل برلمان الشباب، مثل شباب مراكز الشباب محافظة المنيا، ايضا ائتلافات شباب الصعيد اللي بنلتقي معاهم من فترة للتانية، كمان التطوير الشامل لمراكز الشباب، مجموعة مراكز الشباب اللي موجودة داخل محافظة المنيا، وايضا الاستبدالات الحديثة اللي اقترحها معالي المحافظ في بعض الأماكن إلى الأماكن الأخرى، تعاونا مع هيئات أخرى زي صندوق العشوائيات، مع المجتمعات العمرانية. الحمد لله تشهد المنيا يعني زخم عمراني كبير جدا وتطوير، بنتعاون مع معالي النواب اللي ما بيسيبناش لحظة في سبيل الطلبات المرتبطة بدوائرهم بشكل كبير جدا، من ملاعب، من إنشاءات متعددة، من دعم لمراكز الشباب لتطوير الرياضة بالمنيا. المنيا كمان فيها مشروع مصر القومي للموهبة والناشئين والبطل الأولمبي اللي بيضم أربع أنواع من الألعاب في مجموعة من الحضانات. النهاردة شفنا منها الملاكمة، التايكوندو، تنس الطاولة، المصارعة، اللي بنقول عليه مشروع مصر القومي المستقبلي في الرياضة المصرية. شكرا. كل شكر حضرتك دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. إذن شروت بالفعل تطوير وتنمية تأتي في كافة القطاعات وفي كافة محافظات جمهورية مصر العربية خلال الفترة الحالية، ما ينم عن اهتمام الدولة المصرية خلال الفترة الحالية بالتنمية خاصة في الريف المصري في معظم المحافظات ضمنها محافظة المنيا التي نحن متواجدون بها اليوم.